بسم الله، الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول المجتبى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. فأحييكم تحية الإسلام، تحية طيبة مباركة، تحية من عند الله، تحية أهل الجنة. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخواتي في الله، اسمحوا لي أن أعرف نفسي. اسمي بودري دوي أنديني، أجلس في مستوى الثاني في معهد العالي كلات في المعهد العالي ابن عباس كلاتين. والآن سأخطب لكم خطبة قصيرة في برنامج بيرسيا تحت الموضوع أعظم مصدر لقوة الحياة. يا إخواتي في الله، من حقيقة العبودية التي نحتاج إلى معرفتها خضوعنا وطاعتنا لله حق العبودية، لأن الله وحده هو الواحد الذي عندما نشعر بالإهانة أمامه فإنه يمجدنا، وإذا شعرنا بالحماقة أمامه فإنه يعلمنا، وعندما نشعر بالضعف أمامه فإنه يقوينا، وإذا شعرنا بالخطيئة أمامه فإنه يغفر لنا، وعندما نقترب منه سيقترب منا بأكثر منه. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر. هناك ثلاث مستويات في تعامل البشر مع خالقهم: أن يعرف الله، أن يؤمن به، وأن يحذره. فاعلم أن الجهل الحقيقي ليس الحماقة من صيغ الفيزياء أو العلوم الأخرى، لأنه لا يفسد نظام حياة المرء، بل الجهل الحقيقي هو الجهل بمن خلق نفسه ليعيش في العالم. لذا فالذكي في الاقتصاد قد لا يطمئن في الحياة، ولكن الذي يعلم ويؤمن ويحذر ربه لا تمر بأي حلقة من الحياة إلا وهو هادئ كهدوء السحابة في السماء. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعندما يسقط عمله لن يغضب، لأنه يعلم أن الله هو الغني المغني ويضمن الأرزاق لجميع مخلوقاته، حتى قوت دودة تتلوى في الأرض فإنه في ضمانه كذلك. وعندما يقلل المجتمع من مساهمة جهوده فإنه لا يشعر بخيبة أمل لفهمه بأن الله هو الشكور المنن الذي يمن ويعطي العوض على الرغم من صغر عمله مثل الذرة. حتى روي أن المرأة تدخل الجنة لمجرد سقاية الكلب العطشا. وعندما استجاب الله دعاءه ولم يقع على ما تمناه، لفهمه بأن الله هو الحكيم العليم يعلم ما هو الأفضل لعباده. تماما كمثل الزوجة عمران التي طلبت ابنا ورزقها الله ابنة، لكن ما حدث لاحقا أن تلك الجارية قد أصبحت امرأة مقدسة يذكر اسمها دائما عبر التاريخ، وهي مريم بنت عمران. يا إخواتي في الله، إن الشخص الذي لا يدخل الله أبدا في حياته ولا يحضره بجميع صفاته الكاملة ستظهر المشاكل وهي كبيرة نصب عينيه في كل لحظة من رحلة حياته. يا إخواتي في الله، إن الشخص الذي لا يحضر الله أبدا في حياته ولا يحضره بجميع صفاته الكاملة في كل لحظة من رحلة حياته ستظهر المشاكل وهي كبيرة نصب عينيه، لأنه لا يتمسك بشيء أعظم منها. وأعظم مصدر لقوة الحياة هو الله الذي يراقب الإنسان في الحياة، وهو مصدر الإطمئنان الحقيقي الذي يجب أن يسعى إليه الإنسان. فاجعل الله نصب عينيك في كل حدث من أحداث الحياة من خلال تقديم أسمائه الحسنى وصفاته. فالله هو الرحمن الرحيم المهيمن والغفر. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله هو الرحمن الرحيم المهيمن. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hidup itu punya harga yang harus berani dibayarkan. Solusinya dengan melepaskan ambisi pada jiwa agar tidak menguasai hati, pikiran, dan jiwa itu sendiri. Melepaskan itu semua bukan berarti mengurangi kehidupan kita, melainkan justru menebalkan arti kebaikan hidup. Hidup itu bukan tentang berkompetisi dengan siapapun pada urusan pekerjaan dan dunia yang tak berujung. Justru hal itu akan menimbulkan keinginan untuk diapresiasi manusia. Sedangkan manusia selalu beragam untuk memiliki standar dalam menghargai. Berbeda dengan Allah yang maha memberi kasih sayang. Ketika manusia sudah mengarahkan kompas hatinya untuk Allah, sedekah dengan sepotong kurma pun akan dihargai olehnya dan tidak akan sia-sia. Sedangkan apabila kita terus mengejar eksistensi diri, justru hal itu akan membuat kita kelelahan terus-menerus. Maka, kita harus mengobati dulu lukanya sebelum menjadi duka yang berkepanjangan. Obati luka itu dengan mencari ridha Allah Sang Maha Penyembuh. Kenalilah Allah, disitulah ada ketenangan. Hasanan, aktafi bihadal qadri, wa atlubu minkumul afwa min kulli taqsiri, idh kullu shawabin minallah, wa kullu naqsin fa min indi nafsi. Syukran katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Barakallahu li wa lakum, wa nafa'ani wa iyyakum, wa taqabbala minni wa minkum. Wallahul muwaffaqu ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.